مساء الخير على حضرتك. ماذا حدث في قاعدة الوطية تحديدا، وهل هذه القاعدة بالفعل ستكون هي قاعدة تركية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحييك وأحيي كافة المتابعين ليك من خلال هذه القناة. شكرك. في البداية لابد أن ننوه أن نحن تركنا أو غيرنا تكتيك القوات المدمعة أو تركنا هذه القاعدة لأسباب طبعا لها علاقة بالتعبئة العسكرية والمنطق الذي يحكم العمليات العسكرية. هذه القاعدة لم نعد نستخدمها منذ شهور، يعني لا توجد فيها لا طائرات ولا وسائط دفاع جوي ولا يوجد فيها أي استخدام للغرض الأساسي الذي انشئت من أجله، علما أن هذه القاعدة انشأوها الأمريكان كقاعدة اتصالات ولم تكن أصلا قاعدة عمليات حربية لطائرات. ولكن طورت بعد ذلك لتكون الأمريكان انشأوها في الأربعينات. انشأوها. كانت طبعا القاعدة تمتلك هذه تستقبل بعض أنواع من الطائرات. طبعا كانت الفترة الماضية في الحقيقة أن هذه القاعدة لم تستخدم من قبلنا في الأغراض العسكرية، لأن نحن لدينا مواقع أخرى أقرب أو قاعدة أخرى أقرب لترابط العمليات العسكرية ولمصراتها من هذه القاعدة. هذا أولا. ثانيا، وجود جنود وعدد من الضباط والعسكريين ويتم استنزافهم يوميا بضربهم بالطيران المسير والصواريخ واستهدافهم من الجانب التركي، وتركيا الآن دخلت على خط المواجهة بشكل مباشر ضباطا وجنودا وضباط في صف ومستشارين، وإضافة إلى المرتزقة الذين يتم جلبهم والذين وصلوا إلى حوالي 9600 مرتزق الآن من مرتزقة أردوغان، ما يدل على أن هناك رغبة شديدة من هؤلاء الغزاة لفرض واقع على الليبيين غصبا عنهم. يعني ما الذي يجعل تركيا وحكومة الصخيرات تأتي بكل هذه الأعداد إذا كان لديها حاضنة أو إذا كان لديها جيش أو إذا كان لديها قدرة وقوات تستطيع أن يكون لها دور في المعركة؟ ولكن لأن هذه المسألة أصبحت هي عدوان وغزو، فنحن بالتأكيد طبعا سنقاتل، ويدرك الجميع أننا في المرحلة الأخيرة كنا انهينا حتى القتال، يعني كانت المعركة محسومة لولا هذا التدخل السافر التركي المباشر بعد أن كان عبارة عن إرسال أسلحة وكان عبارة عن إرسال مستشارين، أصبح الآن إرسال مجموعات يوميا تصل معسكرات تدريب في تركيا تجهز هؤلاء للقتال في ليبيا، والآن مسألة عدوان حقيقي يعني، وهذا يمس أمن ليبيا ويمس أمن مصر، لأن الإخوان الآن يعني أوضحوا وجههم الحقيقي في أنهم لا يريدون مغادرة ليبيا، فعلا مصرين على نهب الثروة الليبية واستخدام أغراضهم، مصرين على البقاء غصبا عن الليبيين وغصبا عن إرادة الشعب الليبي، ولكن هذا بإذن الله لم يتم. نحن حتى بعد تدخل تركيا لم تستطيع أن تزحزحنا من طرابلس، لم تستطيع أن تزحزحنا من المواقع التي نحن فيها، بالعكس كانت الدروس وكانت